تقدر تشغل كلمة يمكن أنا بدع صوتي يا معلش تشغل كان أخذ الجو بيقدر لأني سمعتين أتيت لتكون لهم آيات ولتكون أوفا. قدس الأب الفاضل سليم دكاش رئيس جامعة القديس يوسف المحترم، حضرة السادة النواب الرئيس، حضرة عميد كلية العلوم الدينية الأب توم سليم المحترم، وحضرة عملاء المحترمين، حضرة مدير معهد الدراسات الإسلامية المسيحية الأب جوزيف جبارة سيدنا الموقر، حضرة مدير المعهد العالي للعلوم الدينية الأب إدجار الهيدي المحترم، حضرة منسقي الدبلومات الجامعية، حضرة الهيئة التعليمية والإدارية المحترمين، حضرة الزملاء الكرام، أيها الحفر الكريم، نتخرج اليوم بالفعل في ظل هذه الأوقات العصيبة. نتخرج اليوم ونحن على أبواب عيد ميلاد رسول السلام على الأرض. نتخرج من 7 اختصاصات مختلفة غير تقليدية. واليوم وللمرة الأولى تتخرج قطعة التنشئة على الحوار الإسلامي المسيحي بمرسوم خاص من وزارة التعليم العالي. 7 أنواع من الشهادات تمنح اليوم تمخضت من روافد عدة للعلوم الإنسانية، وسرها سهل المقتنع، هي تندفع إلى الواقع بكل تفاصيله وترصده بدقة وتتابع تعرجاته لتقدم للمجتمع اللبناني وللإنسان كل إنسان شهادات هادفة تبلسم جراحه وتساعد على إنقاذه مجددا. نحن خريجو هذه الاختصاصات بشكل خاص لم نعد بالتصليل بل لنواجه وجعنا. نحن خريجو هذه الاختصاصات إذا لم نجد سوقا لعملنا فسنخترع ميدانا رحبا بأفكارنا. لن نترك وطننا. نحن خريجو هذه الاختصاصات أتينا من مشارف عدة، ولكننا وجدنا في دراستنا الحالية الأدوات العلمية الناجعة التي تساعدنا في تظهير القيمة المضافة للتعددية في لبنان وعلى إحداث فرق، وهذا الفرق ليس هو بالقليل. نحن خريجو هذه الاختصاصات لن نكون محايدين لا طعم لنا ولا لوم، بل سنكون في قلب العاصفة نعمل بثقة وبصبر لنسهم في تغيير المعادلة. الحياة تريد أن نحياها بقيم بناءة وبقناعات خيرة راسخة. الغد أفضل سيكون أفضل. وإذ نرجو أن نحاكي أمنياتكم وأكثر منها بقليل، أخص بالشكر كافة المنسقين والأساتذة والإداريين في كليات العلوم الدينية، كما نشكركم جميعا جزيل الشكر والامتنان.